محلى قدك محلى قدك. دونك كيما قلت نقول في محلى قدك اليوم باش نرجع للي برودوي ناتوريل. واليوم اخترت لي ماسك بالسبانخ السبانخ سبانخ 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 حب نفكرها باش العباد يقولوا شنو نتاع بابا عرفتوا بابا يا رجل البحار بيب بيب طماطه قاعدين يستناو باش تفكرهم بيب بيب باش يفهموا سبانخ شنو انا كي راس سبانخ نفكر بابا بصراحه والله هي تحب تفكر الطفوله نتاعها يا تبل زيتونه مرت بابا عرفت السبانخ 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 فوالا دونك الناس اللي تعاني من الحبوب ولا لي بوان نوار وثاني ماسك للناس اللي تعاني من القشره الشايحه سورتو تو على خاطر اون فيت الهواء نتاع الشتاء يشيح البو حتى للناس اللي ما عندهمش المشكله هذه دابيتو دونك اول ماسك يعاون باش نقصوا ونجموا حتى نقضيه وكاريمون على لي بوان نوار. شنو لازم نعملوا؟ ناخذ نص لتر حليب معها تقريبا 40 غرام سبناخ نغليوهم الكل مع بعضهم مده 20 دقيقه من بعد نخليوهم حتى يبردوا ونحطوهم في حكه بالار وناخذوا الاوراق هذوك نتاع السبناخ اللي غليناهم نرحيوهم حتى يوليو كيما البات. بعدها بقطنا بالحليب نمسحوا الوجه ننظفوه بالكدي بالكدي وندهنوا الوجه بالبات هذيك اللي فيها السبناخ ونخليوها تقريبا 20 ولا 30 دقيقه على الوجه قبل ما نرقدوا قبل النوم يعني في الليل الماسك هذا يتعمل. من بعدها في الصباح نعاودوا نفس الحكايه ما نخليوها جوست 5 دقائق ونغسلوا بالماء الدافي ونحطوا كالعاده الكريم ايدغاتونت نتاعنا. هذا للناس اللي عندهم مشكله نتاع بوان نوار والا نتاع حبوب. الماسك هذا ينظف الوجه من البومارت. شنو تحب تقول لنا؟ افيكاس معناها ولا لازم الدواء؟ بيان سور لازم الدواء ما فماش حاجه هكاك راه. دونك الماسك هذا ينظف الوجه من البومارت ينحي توسكي غرا في البو الحاجه اللي تتسبب في لي بوان نوار جينيرالمون. دونك نرتاحوا من الحاجه هذه ابارتيغ من جمعتين ثلاثه جمعات نجموا نلاحظوا الفرق يعني بشويه بشويه يولي يتنحى وينقص. فهمت. المشكل هذا ثاني ماسك اخترته لكم هو للبو سيش والا حتى للبو نورمال اما ساعات بالهواء نتاع بالهواء نتاع الشتاء تولي بو سيش. دونك شنو يعملوا؟ ياخذوا كاس حليب مقدار تقريبا 4 لتر 250 مللتر 10 اوراق نتاع سبناخ نغليوهم تقريبا 3 دقائق من بعد نحيوا السبناخ على جنب ونحطوا الحليب في دبوسه ابار به. الحليب هذاك شنو نعملوا به؟ الحليب هذاك ننظفوا به الوجه بالكدا ومن بعد نحطوا الوريق هذوكم نتاع السبناخ نحطوهم على الوجه والرقبه نخليوهم من صيف ساعه دو بريفيرونس تبدا الونجي معناها تحطهم وتخليهم كيما الماسك نتاع الشو الخيار بال تسلفيانا ولد القمره معناها ولد القمره كيما هكاك معناها تحط الوريق نتاع السبناخ وتتكى نصيف ساعه حتى لين يعطي الليفي نتاعو. بعد نكملوا ناخذوا قطنه مبلوله بالحليب هذاك اللي ديجا تغلى في السبناخ ونصفوا به وجهنا مثل من الاوراق نتاع السبناخ اللي خليناهم. التريتمون هذا ولا لاستوس هذه نواظبوا عليها على الاقل جمعه والا اثنين باش نتحصلوا على الريزلتا اللي نحبوا عليه. دونك كل يوم ولا مره في الجمعه والكفاف؟ اذا كان تجم كل يوم عنده بريفيرونس خاطر هو ما يضرش بالعكس كان كلها الحليب صراحه. شنو كان كلها راحت مش نعمل الحكايه كلها راهي تاخذ نص ساعه معناها حتى قبل ما ترقد تجم تعملها اذا كنت تحب. اني عندي كتاب نقرا فيه قبل نص ساعه باش نكتب صراحه ما نحبش وقت والله هايله منك صحيح التو اكمل الكتاب وصلت صفحه 170 فصلا انت وجهك صافي انهار ما يقلقش معناها. دونك اعمل مره في الجمعه يزي سنيش بيك شيء جست نذكر فيها وجهه صافي خاطر فما سم معين دفعته اش كمان اوائل محلى قدك اليوم ما بلا هذوما هما اللي دول ماسك اليوم السي مهدي تراد اخصائي التغذيه نتاعنا يقول له خويا برجوليه اخصائي الطبخ نتاعنا سي مهدي يولي يعاون منال في محلى قدك. شو حليب وسبناخ وفلفلك حلو وملح عليك شو عليك انت البوتي خطيك ديما بايما بوت اما صباط نتاعك يعيشك البوتي لقيتو بها وين سبناخ وحليبه اي غدو حي تعملوا كريم فريش وبصل دي برودوي ناتوريل النهار اللي بعده تعملوا شكشوكه في وجهك دي برودوي ناتوريل وما يتكلفوش برشا عليك ولاك مش قابلين بلاش تتصرف اعمل اللي تحبه. نحب الراك من غيرنا اشنو تنجم تعمل؟ نحب الراك من غيرنا شنو تنجم تعمل؟ كيفاش يعمل بابا يو بيب بيب صح اوفا بالرمضان خلينا نكون اصحاب محلى قدك محلى قدك.